حبايب قلبي، سكتوا لأن أخلص تسجيل. اسكتوا زين. سعد الله صباحكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا فيكم في تحفيز قهوة الصباح من بعد النشاط والفلاح والنوم المباح. ليش ثبت الحين؟ الحقيقة يا أخوة، في الأمس يعني كان يوم موفق جدا جدا، والسبب في ذلك ترك الهاتف. يعني قلنا الله يظل عليكم خلاص عاد. وكان يعني افضل، شوف كيف يتغير اللون، افضل طريقه لكي تترك فيها الهاتف هو ان تترك المنزل، تتجنب المنزل، ان تنشغل خارج المنزل. سلام. وان يكون عندك اشياء على المحك تحتاج انك انت تكون مركزا فيها، منتبها لها، نشطا لفعلها. الحمد لله مع التسديد والمقاربة في ترك الهاتف استطعت اني، خصوصا بتقنية ترك المنزل فادتني كثيرا، بتقنية ان اذا انت طلعت من المنزل، خرجت من المنزل لسبب ما او لاخر وعليك ان تقوم بذلك، طبعا انت تترك الهاتف سواء اذا ما كان في السيارة تتركه، تغلق الراوتر، تغلق، تضعه بعيدا داخل الدرج ايا كان يعني، وتخطط للخروج، ان انت تجبر نفسك حينما لا تفتح الهاتف تجبر نفسك على الخروج هكذا. ولا تقل ان البيت فيه فائدة، جايكم بالكلام. لما حصل هذا الشيء خرجت من المنزل، اليوم هذا كأني عشت سنة من الإنجازات والاستمتاعات بالفوائد والأنس والخبرة والعيش، عيش طيب والنشاط، تجميع خبرات، تجميع إنجازات، تجميع سعادات، تجميع فرح، استمتاعات، أنس، عبادات. كل هذا كان في يوم واحد الحمد لله رب العالمين. السبب في ذلك ترك الهاتف اللي كان نتيجة تعويد، تحفيز، ولم يضبط هذا الأمر إلا بعد الخروج من المنزل. وأيضا طريقة بأنك أنت إذا خرجت من المنزل، هذا اللي ما كملتها، فخلاص لا ترجع للمنزل، قم بإنجاز أعمالك خارج المنزل، واذهب واجلس في المسجد قبل الصلاة بعد الصلاة، اجلس في الحديقة، اذهب إلى النادي. أمس جددت اشتراكي بالنادي من بعد انقطاع طويل، يعني من صارت كورونا وأنا ماني عارف أرجع حق النادي وعارف أرجع حق التمارين. أمس رجعت تسجلت بالنادي، كنت أسجل أروح 3 أيام كذي بالشهر. فأمس كان يوم عظيم رائع جدا جدا أنجزت فيه، وأحس أني عشت فيه حياة طيبة وإنجازات يعني أحس يوم عن سنة من الجمال والإنجاز وكذا. السبب في ذلك ترك الهاتف، وسبب ترك الهاتف خروج من المنزل والانشغال
وابعاد الهاتف وروحانيه مواعات النفسيه وجود اشياء على المحك، معرفه سخافه الفاب وسخافه الاباحيه مدى سخافتها. هذا انت تستطيع انك تبرمج نفسك، تذكر نفسك بعده نواحي كيف انه سخيف وخيال وليس له عمر في علاقه في الواقع، وانه هو فقط مرض نفسي، وانه هو يبعدك عن اي حياه طبيعيه، عن كل شيء تحبه، وعن اقل ما عليك او تستحق. طبيعي الموضوع يا اخوه بانك والله سكتوا ترى، والله يعني اسمعوا الكلام المره. تحياتي لكم، والله حبيت يعني، شكرا على تفهمكم وسكوتكم الى ان يتم الفيديو، شكرا لكم. شوفوا والله يا جماعه ترى المعجزات تحصل، والله تحصل معجزات، الحمد لله بالعالمين. ما ذلك الا من اخلاصكم يعني تريدون ان تسمعوا، فيسر الله لكم السماع. يعني هذا بركة هذا الفيديو، ان ترك المنزل، ترك حتى تترك الهاتف، تترك المنزل انت غير مستوعب ما انت فيه، ان انت تستوعب مدى جمال ترك الهاتف وترك المنزل الا احنا ما تطبقه. مشكلتك تنسى. شو هو بلشوا؟ لأن بدأ الفيديو، كان قبل لا أتكلم تاب الفيديو كانوا ملعلعين. سبحان الله. التيسير من الله سبحانه وتعالى. برمج نفسك على ترك الهاتف، اعرف سخافة الفاب وان مرض نفسي، كلك اشياء على المحك يجب ان تنجزها. اخرج من المنزل، اذا كنت في المنزل لا ترجع، انجز كل امورك في الخارج. طبعا يعني العب، الافضل انك حتى تكون يومك رائع، العب رياضة، تعلم، تواصل، انجز شيء، حاول انك انت تتخلص من الامور اللي هي انت شايل همها فعلا هي ضرورية، ثم بعد ذلك استمتع بعد ما انك انت تنجزها، لا تكون كثيرة وطويلة، استمتع بكل شيء بعدها، بعد ما تنجزها خلاص استمتع في يومك. تريد تمارس تأمل، عبادة، قراءة، تواصل، تريد تشوف شاهد مباراة كأس العالم، فسيكون الجو، سيكون الأمر جميل جدا، سيكون يوم عظيم، يوم بلا هاتف، يوم خارج فيه من المنزل، يوم عظيم جدا، يوم أنت محافظ فيه على المومنتوم، على الزخم، على يعني الحركة التلقائية، من غير أنك أنت تقول سأذهب المنزل أخذ شيء حتى يضبط الموضوع، انتهى خلاص، اختار اليوم، اختار. سأخذ الهاتف حتى أتفقد شيء، خلاص انتهى الموضوع، انتهت حياتك أصلا. أجمل ما في الحياة النشوة الغير طبيعية والنجاحات الفعلية كلها في ترك الهاتف، طبعا ترك الفاب، ترك الهاتف، ترك المنزل، ترك النظر والتطلع الداخلي، الهوس الجنسي. هذا كل ما هنالك في هذا الصباح. صلى الله لكم يوم رائعا، وتمسكوا بالحياة الطيبة بترك الهاتف، سيكون هذا بترك المنزل، بوجود أشياء على المحك يجب أنك تفعلها، تنجزها. شخص أنت موعده، أنت موعد شخص، لا تريد تخلف الوعد، فستضطر أنك يعني تكون على أهبة الاستعداد. هذا الشيء سيفيدك. شوف بلشوا، فبما أن الطيور
رجعوا يغبدون معناته الفيديو على نهايته. فأتمنى لكم يوما موفقا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في أمان الله.